يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الاثنين طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوكه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين على معظم محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالعاصمة القاهرة. القاهرة العظمى 32، الصغرى 22، الإسكندرية 29-20، مطروح 28-20، بورسعيد 29-23، والإسماعيلية 32-20. ونذهب إلى السويس. السويس العظمى 32، الصغرى 21، العريش 29-20، طابة 30-23، شرم الشيخ 33-25، والغردقة 34-23. أما عن الأقصر، الأقصر العظمى 36 والصغرى 21، أسوان 37-23، الوادي الجديد 34-21، حلايب 32-24، وأخيرا شلاتين 35-25. والآن مشاهدينا نستعرض معكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.